عياد كثير متمكنة، يعني طاقم أطباء متمكن جدا وطاقم استقبال روعة. إجينا أول يوم على العيادة، عملنا تحاليل، خلنا فحص دم، ووصلوني على يعني عندي طاقم الاستقبال، وصلني على الفندق. وثاني يوم رجعوا أخذوني من الفندق، إجينا على العيادة، عملنا العملية، والحمد لله روحنا، رجعنا كمان على المرة على الفندق. وبيجوا يعني كل ما بدكم تيجي لهون على العياده وتروح من العياده، في يعني سياره بتوصلكم بتاخذكم بتجيبكم. بعد العمليه بتاخذ ورقه تعليمات ايش لازم تعمل بعد العمليه، شو لازم تاكل، كيف لازم تاكل، شو كيف لازم تنام. بعد يومين من العمليه ترجع على وقت الغسيل، يعني في يوم معين للغسيل عشان يغسلوك راسك، بتغسل الراس. وبعد الغسيل بتاخذ كريمات. وانا يعني هذا العمليه بعد دراسي سنتين، يعني دورت كثير محلات وكثير عيادات لتني وصلت لهون.